أما الآن فننتقل بكم مباشرة إلى الزميل يحيى العمري مراسل مركز الأخبار في معرض البحرين الدولي للطيران والمقام حاليا على أرض قاعدة الصخيرة الجوية. إذن نرحب بك يحيى، طعنا في أجواء اليوم الثاني من معرض البحرين الدولي للطيران. نعم، أهلا ومرحبا بكم زملائي، أحييكم مرة أخرى من قاعدة الصخيرة الجوية حيث يقام هذا المعرض لليوم الثاني الدولي للطيران بمشاركة واسعة من مختلف الوفود الدولية على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي وأيضا الخليجي. المشاركات المميزة للأشقاء في الدول الخليجية وخصوصا أيضا المملكة العربية السعودية، حيث يتفضل معي على الهواء مباشرة سعادة الكابتن خالد الناطور الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للطيران. أهلا ومرحبا بك كابتن. اهلا بك جميعا، حياكم الله. طال عمرك، اول شيء مشرفينا في مملكه البحرين وسعداء بمشاركتكم بتواجدكم معنا. احنا طال عمرك بدنا نطلع معاكم على الاهميه لمثل هذه النوعيه من المعارض الدوليه للطيران، الى اي مدى باتت اليوم مهمه بالنسبه لشركات الطيران الاقليميه والدوليه؟ يعني طبعا احنا هذه ثاني سنه نشارك في هذا المعرض كشركه الاولى للطيران. طبعا الأهمية أن أول شيء البحرين بلد شقيق وجيراننا قريبين علينا، بس من المنطقة الثانية أن تملك كل الخبراء وكل المختصين في مجال الطيران تحت سقف واحد، وهذا يسهل لنا على أن نتواصل معهم ونتناقش في مجالات التقنية ومجالات الاتفاقات والخدمات اللوجستية. نعم، أنا هذه النقطة اللي كنت بنطلق منها، يعني هناك العديد من الشركات حول العالم اللي حضرت إلى قاعدة الصخيرة الجوية في هذه السنة، وقعت العديد من الاتفاقيات ومهتمة أيضا باستعراض هذه التكنولوجيات سواء كانت العسكرية أو المدنية في القطاع الطيران. إلى أي مدى اليوم بالنسبة للأولى للطيران كشركة متميزة أيضا في هذا المجال، أن تطلع على هذه التجارب، أن تطلع على هذه الخبرات، إلى أي مدى هذا اليوم بات مهم بالنسبة لكم لمواكبة ما هو موجود في الأسواق العالمية للطيران؟ اي طبعا شركة الأولى للطيران شركة متكاملة ورائدة في مجال الطيران، لنا حوالي 90 سنة من في هذا المجال، ونملك ما فوق 60 طائرة، منها عريضة البدن ومنها نحيفة البدن ومنها الطائرات الخاصة ومنها الطائرات المروحية وأيضا طيارات رجال الأعمال. إذن تنوع كبير اللي موجود عندكم في الشركة. أيضا أنا ودي أخذ وجهة نظرك الله يسلمك، يعني أكيد اطلعت على المعرض بشكل عام واطلعت على المعرض اللي في البهو القاعة الكبيرة والمشاركات الدولية لمختلف الشركات المساندة لقطاع الطيران، ما هو انطباعك عن هذه المعارض وعن هذه الشركات الموجودة؟ طبعا هو التنوع في خدمات يفيد القطاع زي قطاع اللي احنا نشتغل فيه، ككون شركة متكاملة في جميع القطاعات، في إدارة الأساطيل، في إدارة الطيران، في الخدمات المطارات وخدمات الركاب. فكون المعارض زي هذه اللي فيها خدمة الشحن وفيها خدمة الصيانة وفيها خدمة المطارات وخدمة الركاب، فكونهم في مكان واحد هذا ينفع لنا كثير التواصل معهم ونطلع ان هذه تكون بادرة اتفاقيات تكون في المستقبل. كابتن خالد شكرا، الله شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، كما تفضل ضيفي الكابتن خالد، هناك أهمية كبيرة لمختلف الشركات الدولية التي تحضر إلى قاعدة الصخيرة الجوية في هذه النسخة السابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران، مهتمون جميعهم بما يتم عرضه من تقنيات حديثة وتكنولوجيا الطيران الأحدث ربما يتم استعراضها في مثل هذه المعارض، وتلقى اهتمام واسع من مختلف الشركات التي تساند أيضا قطاع الطيران في مختلف المجالات التقنية ومجال الذكاء الاصطناعي ومجالات الدعم اللوجستي لهذه الشركات. نعم. هذا كل ما لدي من قاعدة الصخيرة الجوية، وأعود لكم في الاستوديو.